عشر ليالي الرحمة والمغفرة مرت مسرعات، وها نحن في العشر المعتقات، فأكثروا من الخير في الباقية لتدركوا ما فاتكم في الماضية. كيف نستغل هذه العشر الأواخر؟ وما هي أفضل الأعمال التي من الممكن أن نستدرك بها ما فات؟ من أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان، أولاً الدعاء. كثرة الدعاء والتضرع لله عز وجل مع الالتزام بآدابه والحرص على أوقات الاستجابة، فدعاء المسلم أثناء صيامه من أسباب الاستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع، رواه الترمذي. ثانياً الصلاة. تعد الصلاة من أفضل الأعمال التي يمكن للعبد التقرب بها إلى الله عز وجل، ومن الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث صحابته على أدائها في رمضان صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل، سواء في المسجد أو المنزل، فهي من الأسباب المكفرة للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. ثالثا تلاوة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن، وخاصة في رمضان، لما فيه من عظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي. رابعا الصدقة. تعد الصدقة من الأسباب التي تؤدي إلى قبول العمل والعبادة عند الله عز وجل، فاحرص أخي المسلم وأختي المسلمة على أدائها فيما تبقى من هذا الشهر الكريم، بل واجتهد وتحرى أن يكون لك مقدار من الصدقة بالسر بينك وبين الله عز وجل بشكل يومي ولو بالقليل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، أخرجه البخاري. خامسا صلة الرحم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الأرحام من الأسباب التي تزيد في الرزق وتبارك في الوقت، وهي من الأعمال التي يجب على المسلم أن يحرص عليها خصوصا في رمضان، لما لها من فضل وأجر عند الله عز وجل، ولو عبر الوسائل الحديثة المتاحة اليوم بالاتصال بهم عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع الوضعية الوبائية التي يشهدها العالم وتشهدها البلاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري.